في المجلس سيادة النائب والآراء محصورة بين إيه وإيه؟ هو اللي بيحصل في الأروقة يعني لم يطرح القانون بعد. إحنا بنقول إنها آراء، ما قلناش لسه إنه في يعني مشروع القانون لسه لم يعرض. إحنا يعني أنا سمعت المداخلة بتاعت الدكتور علاء ومتفق فيها شكلا وموضوعا. يعني دلوقتي انا موقفي واضح، والناس في معظم التيار نواب التيار المدني هنتفق في هذا الموقف، وبنجمع دلوقتي ارائنا عشان هنطلع بيان قوي في هذا الاتجاه النهارده هيطلع. الفكره ان احنا لازم ندعم استقلال القضاء، لازم نمكن القضاء زي ما هم طرحوا عده اوراق عمل قبل كده ومقترحات بقوانين، يعني تكون هي دي البداية اللي نتكلم فيها. إنما ليه تمكنهم من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية؟ يعني في تشريعات هم محتاجينها علشان يعرفوا يمارسوا عملهم في التحديات اللي قدامهم وفي الـ 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 الحاجات اللي الشعب مستنيها منهم، وبما فيها يعني تطوير أليات التفتيش القضائي، وإن التفتيش القضائي يخضع لمجلس القضاء الاعلى ولا يخضع لوزير العدل كما هو الحال الان، لان التفتيش القضائي ده هو الاليه بتاعه تطهير القضاء، الاليه الداخليه بتاعه تطهير القضاء اللي موجوده طول الوقت، لكن هي خاضعه للاسف حتى هذه اللحظه للسلطه التنفيذيه، وهذا غير مقبول مثلا. فبدل القانون ما يطرح هذه الامور او يبدا من حيث انتهى الشغل في مجلس الشعب المنحل هذا الموضوع، لقينا ان هو بيركز على تخفيض سن القضاء عشان نتخلص من 3000 قاضي في وقت احنا محتاجين فيه 3 قضاة، مش محتاجين تقريبا ربع يعني رجال القضاء في مصر، العدد ده تقريبا بيمثل 25% يعني من قضاة مصر. حزب النور سيادة النائب موقفه ايه بالظبط وارائه ايه؟ لا انا اعتقد ان حزب النور معانا في الرأي لكن مش متأكد لسه، لكن اعتقد ان حزب النور هيكون معانا. احنا مصر دلوقتي في حاجة لتدعيم القضاء وليس في حاجه لمزيد من التشويش والارباك للمؤسسه القضائيه والتدخل في اعمالها بصراحه. يعني في اليات معروفه في العالم اجمع ازاي انت بعد ثوره تدعمي القضاء وتسمحي له بالتقويه ان هو يطهر نفسه بنفسه من حتى الممارسات الخاطئه اللي حصلت او الفساد اللي ممكن يكون تسرب اليه في اثناء النظام السابق الفساد السياسي. طيب احنا عرفنا انه حضراتكم مفروض انه في مشروع قانون كمان هيكون مقدم من قبل القوى المدنيه في مجلس الشورى، مشروع قانون المفروض انه بيطرح بما ان احنا دلوقتي بنناقش مشروع قانون السلطه القضائيه، حضراتكم هتتقدموا انتوا كمان بمشروع قانون؟ طبعا احنا هنجهز مشروع قانون بديل في اطار المقترحات زي ما قلت حضرتك، اوراق العمل اللي طرحها القضاء انفسهم قبل كده في عده ورش عمل، ويبني على اللي عمله مجلس الشعب ويبني على الخبرات العالميه في هذا المجال. طيب دلوقتي سياده النائب ايهاب الخراط، انت بتتلقى دعوه دلوقتي على الهواء مباشره جات لنا من نادي القضاه واتصال هاتفي موجه لحضرتك انه ليك دعوه بكره لحضور مؤتمر الصحفي الخاص بنادي القضاه وطرح ما لدى حضرتك من مشروع القانون وتفاصيل اكتر وملاحظات اكتر نادي القضاه حابب يسمعها من حضرتك بكره في المؤتمر الصحفي. انا شرفني ان انا احضر، بس يسمحوا لي ان انا هروح اتعلم منهم وهسمع منهم مقترحاتهم وهاخد منهم رسميا منهم، انا طبعا اقدر اجيبه لانه منشور الشغل اللي هم عملوه قبل كده، لكن هاخده منهم ومن هذا المنطلق هطرح المشروع بتاعي. انا مش هاجي لهم بالافكار بتاعتي ولا بالخبرات العالميه، انا هسمع منهم وهبني عليه بعد كده وارجع لهم تاني. هل سيادة النائب ممكن الموقف يتطور ويكون لحضراتكم موقف بالانسحاب من الجلسات والمجلس الشورى اعتراضا على مشروع القانون المطروح؟ كل البدائل المطروحه قدامنا، لكن احنا لسه في مرحله مبكره وعندنا ادوات نضاليه كتير جوه المجلس التشريعي، وان شاء الله نقدر نثبت موقفنا. ويعني يكفي البلد الارتباك والشوشره اللي هي فيها. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب إيهاب الخراط، شكرا جزيلا رئيس